عندما تحضرون إلى مضمار أسكوت وإلى مهرجانه الشهير مهرجان الرويال أسكوت تقام العديد من الفعاليات، ولكن ماذا يحدث هنا بعد وقبل هذا المهرجان؟ في وسط مضمار أسكوت تقام العديد من الفعاليات في بطولات الكركت وكذلك في بطولات الكروس كانتري. عكس القائمين على هذا المضمار عشقهم لجميع الرياضات بشكل عام ولعالم سباقات الخيل بشكل خاص، وأقيمت العديد من الفعاليات. ماذا يحدث هنا في وسط هذا المضمار؟ سنتعرف عليه سويا في هذا التقرير. مضمار أسكوت واحد من المضامير العريقة التي تستقبل أحد أهم السباقات الكبيرة والكلاسيكية، ومن المعروف عن مثل هذه المضامير التي تحتوي على مرافق عديدة حرص على إنشاؤها القائمين على المضمار منذ عشرات السنين، منها مرافق ترفيهية ورياضية تهدف إلى جذب الجماهير لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة عن سباقات السرعة. ومن ضمن هذه المرافق الرياضية ملعب الغولف الذي تم بناؤه في عهد الملكة آن، وظل يتطور بشكل كبير على مر السنين، حيث تم تنظيم واستضافة عدد من البطولات الخاصة برياضة الغولف، كما أنه يوفر فرصة الاشتراك لجميع الفئات السنية حتى يومنا هذا. ملعب الكركت هو أحد المرافق الرياضية الأساسية المتواجدة داخل أسوار مضمار أسكوت، وتعود فكرة إنشائه في عام 1884 عندما أرسل ريبلي اقتراحا إلى بيرسي كراشلي يتضمن فيه تخصيص قطعة من أرض المضمار لتكون ملعبا للكركت، وبالفعل تمت الموافقة وأصبحت قطعة الأرض جاهزة بعد عام من هذا الاقتراح. وقد تطور الأمر مع مرور السنين على يد بيرسلي كراشلي الذي كان العنصر الأساسي في هذا التطور لمدة 57 عاما من العطاء. وعلى الرغم من الحربين العالميتين التي عاصرت تلك الفترة، إلا أن المسؤولين عن ملعب الكركت في المضمار كانوا شديدي الحرص على الاستمرار في عملية التطوير الذي كان يقوم بها الجيش البريطاني الذين كانت خدمتهم في أسكوت، حيث أصبح الملعب بمثابة نادي كركت رسمي يمنح العضوية والاشتراك في العام 1967، وذلك على يد الدوق نوفولك. وأيضا لم تغيب الفروسية عن المرافق الرياضية بالمضمار، حيث تم تخصيص قطعة أرض لممارسة رياضة الكروس كانتري والتي تعتبر أحد الرياضات الشعبية في بريطانيا، وهي قريبة من رياضة قفز الحواجز، ولكنها تتميز بأن حواجزها تكون من الطبيعة وليست مصممة بارتفاعات محدودة كما هو المعروف في البطولات الرسمية الكبيرة لبطولات قفز الحواجز.